لسه مكملين معاكم في تكريمات مؤسسة الأهرام واللي كرمت أفضل أعمال درامية لعام 2016، وتم تكريم الفنان محمود عبد العزيز عن مسلسل راس الغول، وغاب الفنان محمود عبد العزيز عن التكريم بسبب مرضه، لكن حرص ابنه المنتج محمد عبد العزيز إنه يروح ويستلم جايزة والده. وفي مشهد مؤثر جدا بكى محمد بعد ما استلم جايزة والده. كمان تم تكريم اسم الفنان الراحل نور الشريف، واستلمت جايزته بنته الفنانة مي نور الشريف. وكمان اتكرمت الفنانة دينا عبد الله عن مسلسل ليالي الحلمية. كمان تم تكريم الفنانة الشابة مي الغيتي بعد مشاركتها المتميزة في مسلسل جراند أوتيل. تعالوا نلتقي بمي نور الشريف ومي الغيتي ودينا عبد الله ورانيا منصور. إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية نحتفل ويكون معايا زميلنا وحبيبنا النجم محمد عبد العزيز إن شاء الله. وصل له كل الكلام، وصل له كل الورد، وصل له كل الزيارات. امبارح الموضوع مش هيختلف فيه عنه، وكعادته برضو هيهدي الجايزة لأرواح كل شهداء مصر اللي فاتوا اللي بيحصلوا كل يوم. بيهديها لجمهوره اللي حاسس جدا بحبه، بيهديها لزملائه اللي حاسس جدا برضه بحبهم، بيبلغكم سلامه جدا جدا جدا، واوصاني ان انا اوصل لكم ده زي ما انتم بتوصلوني اوصل له، وربنا يقدرني واكون امين كفايه ان انا اوصل له. رساله مني انا عايز اطلبها، هي رسالة وطلب في نفس الوقت ومحبتين. الطلب احنا في مؤسسة الأهرام، وزي ما في مؤسسة الأهرام أكيد في مؤسسات كتير صحفية محترمة، في صحفيين كتير محترمين بيتحروا الدقة في كل خبر وفي كل كلمة بيقولوها، وفي ناس لأ. فالناس اللي لأ، زي ما بشكر الناس المحترمة برضو بشكرهم إن كل كلمة غلط أو كل خبر غلط بيطلع عن والدي بيزود دعاء الناس لي، وده انا الحمد لله رب العالمين بشكر ربنا عليه. اخر كلمه هقولها زي ما قلتها امبارح وزي ما دايما بقولها، الدعاء يرد القدر، ادعوا له ان شاء الله يوم بالسلامه.